مع الزميلة رازم نتعرف على المتسابق. أهلا بك من جديد رضوان. يتواجد إلى جانبي وجه معروف في مسابقة مزامير داوود وهو الحاج زوار. مساء الخير الحاج زوار. مساء النور سيد. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. أنت هل طور من نفسه؟ كثير إن شاء الله. إن شاء الله ننتظر إذن في هذه المسابقة دولية أن تكون من بين الأوائل الحاج زوار، إذا كانت مكتوبة عند الله سبحانه عز وجل. أرجو من لجنة التحكيم التساهل قليلا، لأنه دار حقنا وجاء مباشرة لمزامير داوود. إذن يرجى أخذ بعين الاعتبار مرض الحاج زوار. بالتوفيق حاج زوار، نقول ثلاث كلمات المفتاح. استعد، بسم الله وتوكل على الله وانطلق. تفضل. معكم المتسابق زوار الحاج من ولاية البيض، أبلغ من العمر 13 عاما، أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد والمنة على يد الشيخ عبد الحليم بن روان. بعدما أكملت القرآن الكريم بدأت أتعلم أحكام التجويد على يد الشيخ أبو عمامة صديقي، وكذلك المشايخ أبو بكر هادي راجع والشيخ طاوش عبد الرحمن. مسابقة مزامير داوود مليئة بالكثير من المفاجآت، نكتسب خبرات جديدة، نكتسب أصدقاء جدد، نتعلم أحكام. يعني المسابقة هي كما قال المشايخ، هي مسابقة يشاهدها جميع العالم العربي، وهذا كذلك كان دافعا رئيسيا من أجل المشاركة في هذه المسابقة. نصيحتي للأولياء أن يدخلوا أبناءهم لحفظ القرآن الكريم في المدارس القرآنية أو الزوايا، لأن القرآن الكريم لا يمنعك من الدراسة. كما أنبه أنني متحصر على معدل 18.24 سنة ثالثة متوسط، وهذا دافع لأجل حفظ كتاب الله سبحانه عز وجل.